دشنا رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد ورشة تدريبية عن بعد تحت عنوان حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، والتي تقام في كافة مناطق المملكة بمشاركة عدد من المختصين. وتستهدف منها الهيئة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاء ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ الحقوقي والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، والتي أصبحت المملكة العربية السعودية طرفا فيها. شددت